اللي هتشوفوه النهارده ما شفتوش قبل كده، واللي هتشوفوه النهارده يعني وعد برضو، عند نهاية هذه الحلقة ستشعروا بكثير من الفخر وتشعروا بكثير من السعادة إن على أرض مصر في هذه القدرة. إحنا موجودين في مكان تاريخي، ترسانة الإسكندرية البحرية اللي موجودة من عهد محمد علي 1830. الآن هذه الترسانة بتقوم بصنع تاريخ جديد، تاريخ جديد فعلاً، بتصنيع هذه المعدات الحربية والقطع البحرية للجيش المصري ولكل العالم. اللي هتشوفوه النهاردة قدرة عالية جداً، اللي هتشوفوه النهاردة ناس قدرت إنها تصل إلى أعلى مراحل التطور وتقدم دليل على قدرة المصري على التعامل مع الأشياء المعقدة الحديثة. كثير مننا يرى أن المصري لا يستطيع أن يقوم بهذه الأعمال، تسليح مراكب، تكنولوجيا، أقمار صناعية، كل هذه الأشياء دائماً نظن أننا مضطرين فقط لاستيرادها. الآن وبالفعل اللي هتشوفه النهاردة فعل وليس كلام وليست أحلام وليست مجرد أمنيات، ولكن سترى على الأرض ماذا قدمت هذه الترسانة البحرية لمصر. قدمت حربياً واقتصادياً وإنسانياً، هتشوف شباب زي الورد، هتشوف ناس بتحب البلد في صمت لأن هم بيعملوا في ظروف صعبة، ظروف محتاجة الكثير من الصبر، لأن عمل وصناعة القطع البحرية محتاجة تفاصيل كثيرة. ولكن هنا من الإبرة للفرقاطة يتم تصنيعها هنا في ترسانة إسكندرية البحرية التي تعددت أنشطتها واحتفظت الدولة المصرية والجيش المصري بهذا الكيان ملكا له، ليقدم للمصريين وللعالم كله هذه التكنولوجيا. الآن هذه الترسانة تتحدى وبتقول للعالم أي قطعة بحرية في مجال معين أنا قادرة على تصنيعها، أنا قادرة على إيصالها ليك، أنا قادرة على تقديمها بأسعار أرخص كثيراً من التي يتم تداولها في الخارج، أنا سأقدم الجودة العالمية، أنا سأقدم الشيء اللي ناس كتير ما تتخيلش إن إحنا نقدر نقدمه. أنا بقول لحضراتكم اليوم ليس كلام، اليوم صورة، سترى إنتاج هذه الترسانة، سترى هذه الترسانة وهي تقوم بعمل صيانات وإصلاحات لسفن تجارية كبيرة، تأتي إلى هذا المكان لتأخذ شهادات جودة وشهادات صيانة، سترى تسليح هذه المراكب، سترى اللنشاط، سترى الدعم الذي تقدمه هذه الترسانة للخدمات المدنية المصرية، سترى الإسعاف البحري والنيلي، سترى كل أشكال المركبات من هذا المكان. هو مكان فخر، هو مكان تشعر فيه بالقدرة. لو أنت مش من الناس اللي متخصصة في التسليح وفي الاستراتيجية والبحرية، فهو آن الأوان لترى عمل ناجح، لترى قصة نجاح، لترى قصة كفاح، لترى كل هذه الأشياء في مكان واحد. هؤلاء الرجال مش سهل إن أنت تدخل هذا المكان لأسباب كثيرة نحن نعرفها، ما بيبقاش سهل إنك تدخل الأماكن اللي فيها هذه القدرات. إنما النهاردة كنا محظوظين في برنامج الحكاية إن إحنا نبقى موجودين في المكان ده، إن إحنا نقدر ننقل لكم الصورة، صوت وصورة. ترى المراكب وهي في البحر، ترى الإنجاز وهو على الماء، ترى هذه السفن التي كانت تعمل أمامكم من أسابيع قليلة في أماكن بعيدة عن السواحل المصرية. كل هذه الأشياء أنت مكانها من هنا، الترسانة البحرية بالإسكندرية، تاريخ قديم وحاضر عظيم ومستقبل أعظم إن شاء الله.
احنا النهارده في شركه ترسانه اسكندريه، هي من ترسانه الاكبر في جمهوريه مصر العربيه لبناء واصلاح السفن، الشركه الاولى في جمهوريه مصر العربيه وفي افريقيا وفي المنطقه العربيه وفي الشرق الاوسط في صناعه السفن الحربيه. اللي قدامنا ده شرح التفصيلي لامكانيات شركه ترسانه اسكندريه والورش وازاقات البنى والاحواض الاصلاح وبناء السفن. احنا بنتكلم في شركه مساحتها 400,000 متر مربع، طول ارصفه ب 1200 متر طولي. الشركه فيها اكبر حوض جاف في جمهوريه مصر العربيه، بيسع سفن حتى 85,000 طن. الشركه فيها ازاقات بنى، اثنين ازق بنى. الشركه قادره ان هي لتصنيع السفن ان كانت حربيه او تجاريه حتى حموله 57,000 طن. الشركه فيها كم ورش لتصنيع السفن، يعني كان ورش بدن، مواسير، كهرباء، خراطة. الشركة 3,000 مهندس وفني وعامل كلهم مدربين. رقم كبير طبعا. طبعا مقارنة حتى بالترسانات الأوروبية ورقم كبير جدا. لو احنا بنتكلم على المهندسين والفنيين والعمال، احنا الشركة دربت العمالة والمهندسين والفنيين على تدريب على أعلى مستوى. المهندسين وكم العمالة اللي موجود في الشركة اتدرب في الصين، اتدرب في فرنسا، اتدرب في ألمانيا. كل العمالة الموجودة في الشركة أخد شهادات من هيئات الإشراف. احنا ما عندناش عامل بيشتغل وهو مش زي ما بيقولوا سيرتيفايد، يعني او هو او غير مؤهل. الشركه فيها مركز تدريب هو الاكبر في مصر، بيدرب على جميع مراحل بنى السفن ايا كانت التخصصات. بتاخد الولاد من بعد المرحله الاعداديه لمده 3 سنين، بتدربهم على جميع التخصصات وجميع الاعمال الخاصه ببنى واصلاح السفن. الخريجين المعهد او المركز بيشتغلوا، جزء منهم بيشتغل جوه شركه ترسانه اسكندريه والباقي بيبقى جاهز ان هو يغذي سوق العمل في جميع مصانع وشركات جمهوريه مصر العربيه. سياده اللواء، يمكن ناس كتير ما تعرفش انه اسم ترسانه اسكندريه ده اسم تاريخي، يعني اسم عظيم كبير، ويمكن النهارده هتبقى فرصه ان الناس تشوف هذا الانجاز. انه ناس كتير لما تشوف السفن الحربية وسفن تجارية كثيرة ما تعرفش انها طلعة من هذا المكان العظيم، يعني ما يعرفوش انه هذا المكان بيطلع انجازات كبيرة جدا طوال الوقت. لا، يا شركة ترسانة اسكندرية زي ما حضرتك بتقول كده هي ترسانة تاريخية. يمكن فكرة انشاء شركة ترسانة اسكندرية كان من ايام محمد علي باشا، من وقت محمد علي باشا، وكان في الوقت ده كان الهدف ان احنا يبقى عندنا ترسانة داخل مصر تكون قادرة على تصنيع الأسطول البحري الحربي المصري والأسطول التجاري. الكلام ده كان بدأ سنة 1800 وبداية من 1830، وكان التوجيه في الوقت ده ان احنا يبقى عندنا ترسانة تضاهي ترسانات أوروبا كإمكانيات، كقوة موارد بشرية. بعد كده الشركة أعاد افتتاحها في عهد الرئيس جمال عبد الناصر في 1962، وكان ده الافتتاح الأكبر في تاريخ الشركة. وكانت الشركة من الوقت ده هي المنوطة بتصنيع جميع السفن الأسطول التجاري المصري. وفعلا الشركة صنعت حوالي 35 سفينة حتى حمولة 38,000 طن. المرحلة الثالثة للشركة كانت سنة 2007 بعد انتقال ملكية الشركة للقوات المسلحة المصرية. وكانت القوات المسلحة المصرية باصة للشركة إنها مكون من مكونات الأمن القومي المصري، وعشان كده كانت القوات المسلحة سباقة إن هي تضم شركة ترسانة اسكندرية للقوات المسلحة المصرية. ومن الوقت ده كان التوجه إن احنا نطور في شركة ترسانة اسكندرية بحيث إن هي تبقى إمكانياتها قادرة
على بناء السفن الحربية. وفعلا سنة 2015 تمت أعمال التطوير بنجاح، وافتتحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد لأعلى القوات المسلحة، وكان توجيه سيادته في الوقت ده إن احنا نبدأ فورا في تصنيع السفن الحربية. تصنيع السفن الحربية أكيد أكثر تعقيدا من سفن النقل والبضاعة والركاب حتى، فطبعا دي مهارة عالية جدا إن احنا نصل اليوم، وده اللي هنشوفه النهاردة إن احنا بنصنع قطع بحرية عسكرية. هي فعلا صناعة بنى السفن الحربية هي صناعة معقدة جدا مقارنة ببنى السفن التجارية. يكفيني ان انا اقول لحضرتك احنا النهاردة هنمر على الفرقاطة الميكو اللي اتدشنت في معرض السلاح في شهر ديسمبر اللي فات، وكان بتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو اللي ادى إشارة بدء التدشين للسفينة، وكان العالم كله بيتفرج على تدشين السفينة. هو السفينة الحربية هي صناعة زي ما حضرتك قلت هي معقدة جدا. يكفيني ان انا اقول لحضرتك ان الفرقاطة زي الفرقاطة الميكو احنا بنتكلم في حجم حديد 3000 طن، كم كابلات 300,000 متر كابلات مد، يعني الناس بتشتغل في مد 300,000 متر كابلات، نتكلم في 40,000 متر مواسير، يعني مدينة. ودي حقيقة. السفن الحربية بقى نظرا لان هي بتبقى امكانيات سفينة بالاضافة لامكانيات سلاح، فبيبقى الشغل فيها صعب، الاماكن المتاحة بتبقى ضيقة جدا، وبالتالي الناس بتبقى لازم تبقى ناس يعني ذات مهارة عالية عشان تقدر ان هي تنفذ الاعمال بتاع السفن.